الشرطة المجتمعية اللي يعتبر مفصل حيوي في وزارة الداخلية يقوم بخدمة إنسانية كبيرة جدا، خصوصا مع جائحة كورونا وترد الاقتصاد وفرض حظر التجوال الصحي. بدأت كثير من الجرائم اللي تحدث، جرائم الابتزاز الإلكتروني، حدثت جرائم في كركوك وفي الرمادي وفي محافظات الفرات الأوسط والجنوب. كانت الشرطة المجتمعية لها دور فاعل وبارز ومؤثر من خلال التحرك إلى المنطقة، سواء الاتصال عن طريق الخط الساخن أو عن طريق المعلومة الاستخباراتية. فعلنا الخطوط الساخنة على مدار 24 ساعة، هناك تجاوب كبير من قبل المواطنين. حقيقة يعتبر المواطن مصدر معلومات مهم جدا، مدينا جسور كبيرة أكثر من خط ساخن، ولأكثر من مفصل في الوزارة خصصنا، عممناها على المواطنين. فعنا أنه 24 ساعة أكو دائما شفتات للعمل، كثير من المعلومات وردتنا وانقاطعها مع المعلومات المتيسرة لدينا وانقاطع ونبدأ بالتنفيذ. وكثير من الجرائم الجنائية وكشف المخدرات قدرنا أن نكتشفها بالآونة الأخيرة، وأصبحت رسالة اطمئنان كاملة لدى المواطن بأن وزارة الداخلية بدأت بمفاصلها الحيوية جدا بمكافحة كافة أنواع الجرائم المنظمة والاقتصادية والجنائية والإرهابية.